معي عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، تابعنا إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، كيف ترى هذا المعرض ومدى دعمه لهذا القطاع الحيوي؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا رسالة واضحة جدا من فخامة الرئيس باهتمامه بتوطين الصناعة المصرية. النهاردة صحيح هو الملتقى الأول والمعرض الأول للمبادرة الأساسية ابدأ، وطبعا ده بيدل على ان في تكامل للرؤى حوالين العديد من دخول استثمارات جديده في تكنولوجيا وايضا للتصنيع وتمكين نسبه رفع المكون المحلي في الصناعه. والنهارده السيد الرئيس منح يعني زي ما بيسمى قبله كبيره جدا للمصنعين باصدار ان التراخيص تكون فوريه لمده 3 أشهر ومتابعتها من الجهات المعنيه. ده أمر في غاية الأهمية للتيسير على التصنيع وأيضا التراخيص وأيضا كل مشغلات الصناعة. طبعا نعلم جيدا أن الصناعة دي من أهم الأمور اللي الدولة بتولي لها اهتمام، بترفع نسبة المكون المحلي، بتزيد حركة التشغيل فبتطلب يد عاملة كبيرة، بتوفر عملة أجنبية وبتزيد من حركة التصدير والتنافسية. أعتقد علشان كده السيد الرئيس النهاردة كان ليه عدد من الرسائل والمناقشات مع رجال الصناعة، وإن شاء الله يا رب يكون هذه الأمور في أقصر وقت ممكن للتحرك داخل قطاع الصناعة. من بين هذه الرسائل دكتور، تأكيد الرئيس أن عمالة القطاع الخاص مهمة للغاية، ووجه أيضا بشكل مباشر بدعمها بكل السبل، كيف ترى هذا التوجيه؟ خلينا نقول أن الشغل الشاغل في الدولة المصرية حتى بالقيادة السياسية هي العمالة والتشغيل وحياة المواطنين. نعلم من يومين فقط، يومين عمل يعني، الدولة والقيادة السياسية دعمت بفرص تمويلية أو حزم تمويلية للدولة بزيادة المرتبات 300 جنيه وزيادة المعاشات، وأيضا وفرت من السياسة النقدية زيادة في حركة الشهادات. والنهاردة كمان السيد الرئيس بيشارك مع رجال الصناعة بان هم بيوعدوا ان يكون في تحسن في الاجور الخاصه بالعماله المصريه. وخلونا نقول ان كلما تحسنت وضع العماله وكلما اتيحت فرص العمل كلما زاد مصدر الدخل، وهو ده الامر اللي في غايه الاهميه اللي حياتنا احنا كلنا بنشتغل عليه، ان يكون في زياده في الاستثمار، زياده في المجهود لتوطين الصناعه. اعتقد هو ده اللي بيفتح ابواب العمل والمجهود والرزق لكل الناس. نعم، وتوفير فرص العمل مهم أيضا. مبادرة ابدأ كيف تراها في هذا التوقيت؟ مدى مساهمتها في توفير فرص العمل وأيضا دعم الصناعة الوطنية بما أنها تتفاعل أيضا مع المصانع المتعترة؟ هو بكل تأكيد طبعا هو تم عام، يعني تم فات سنة على بداية نشأة المبادرة بشركة ابدأ، وطبعا ده باين ان في مجهود، في حصل حراك داخل مجتمع الصناعة ومجتمع رجال الأعمال. زي ما شفنا النهاردة في نماذج ناجحة جدا طلعت امام الأعين كل مشاهدينا الكرام وتحدثوا عن تجربتهم وقد ايه ان شركة ابدأ والمبادرة دي ابتدت ليهم يعني مزيد من جرعة تمويل وجرعة المشاركة مع العديد من الدول مثل اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين الصناعة. يعني بقى في حراك للأفكار ازاي يدمجوا حركة التشغيل بمنتجات أجنبية مع منتجات مصرية علشان يكون في زيادة في المكونات المحلية. أعتقد ده بيحتاج صحيح مجهود زيادة، ولكن التجربة ناجحة الحمد لله زي ما احنا شفنا النهاردة. وحتى السيد الرئيس النهار علق على أكتر من حاجة، إن في دراسات جدوى فعلا في احتياج سريع لتشغيلها زي مكونات الأدوية ومستلزمات الإنتاج، اللي ممكن السيد الرئيس وعد إن ممكن تخش الدولة شريك مع القطاع الخاص لزيادة الطمأنينة والحد من المخاطر، ويعطي ثقة كمان للمستثمر إن النهاردة ما فيش تشكيك في الدولة إنها بتفتح ذراعيها لتوطين الصناعة. نعم صحيح، والدولة طالما أكدت ممثلة بالطبع في القيادة السياسية وجميع مؤسساتها أن القطاع الصناعي هو خط الدفاع الثاني عن مصر، إلى أي مدى هذا التوجه أثبتت الأزمة الاقتصادية الحالية أنه شديد الأهمية؟ هو طبعا خلينا نقول يا فندم التجربة واضحة إن الحمد لله كل يوم مصر بتثبت إن هي بتسير بتوطين الصناعة وتوطين الزراعة وتوطين زيادة الخدمات. احنا في مصر الحمد لله بنشوف العديد من المشروعات القومية الكبرى
اللي هي كمان بتخدم عليها بعض من الشركات اللي تمت النهارده، مثل المبادرة او التشغيل في مصانع للطرمبات الكبيره اللي دخلت لحياه كريمه، مع عدد من المشروعات الاخرى في القطاع الخاص اللي مدت يدها لزياده التوطين الصناعه، فابتدي يكون عندها زياده في الانتاجيه، فابتدي يخش عندها زياده في التنافسيه. هذه السلسله من المحركات اللي بتدور داخل مصر الحمد لله. وزي ما احنا شفنا منذ 3 أيام فقط لغير مؤتمر اقتصادي كبير داخل مصر النهارده بيتحقق خطواته، وفي وضوح امام الاعين الناس ان في مكاشفه ومصارحه حوالين ازاي مصر بتوطن الصناعه، وقد ايه ان في عندنا فرص للمستثمرين الاجانب. مصر بتلبي رغبات كثير من رجال الاعمال والمصنعين حتى المؤسسات الدوليه. اعتقد ان حرص مصر على حمايه المجتمع بزياده التشغيل وزياده التصنيع هو ده الشغل الشاغل، ان يكون في عندنا دستور العمل، الانتاج، زياده التوعيه للمجتمع المصري بتحسين قدراته عن ان يكون مجتمع مشغل وليس مجتمع مستهلك. نعم، اشكرك جزيلا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.